لكن خلينا نبدأ بموضوع الحقيقة يمكن مزعج شوية، مباراة الأهلي والزمالك في كرة السلة امبارح اللي طبعا ألغيت بعد حضور عدد كبير من الجماهير من نادي الزمالك. الحقيقة اللي حصل امبارح الواقعة كلها والموقف كله كان غريب جدا بالنسبة لنا، والأغرب هو ردود الأفعال من جانب نادي الزمالك أو من جانب الإعلام نادي الزمالك. غريب جدا أن بيبقى فيه قوانين ولوائح وحاجات واضحة وصريحة وابدأ أعيش في جو المؤامرة وأبدأ أتكلم على أن أنا مش واخد حقي وأن ده بيحصل ضدي علشان هم مش عايزيني أكسب والكلام ده. يعني المفروض أنه معروف أنه في قانون بيقول أنه ما ينفعش من اتحاد طبعا كرة السلة، أو قرار بيتقال أنه ما ينفعش أن يكون في حضور عدد من الجماهير أبدا في كل مباريات كرة السلة، مش نادي بعينه أو حاجة بعينها. اللي حصل امبارح انه كان في عدد كبير جدا من جماهير نادي الزمالك في المباراه، فبالتالي مراقب المباراه وحكم المباراه خد قرار انه يتم الغاء المباراه زي ما بيتقال على حسب القرار ده. طيب السؤال بقى هنا، انتوا ليه بتضحكوا على جمهوركم؟ انتوا ليه بتضحكوا وجايبين فيديوهات من مباراه الاهلي اللي فاتت القديمه، الاهلي والزمالك، وتقولوا طب ما كان فيها اهو جمهور لنادي الاهلي؟ طب القرار ده طالع امتى؟ مش انا لما اجي اعرض كده فيديوهات واعرض الموقف، اعرض الصوره كامله، اعرض الحقيقه، القرار ده طالع يوم 21/3، 21 مارس، يعني بعد مباراه الزمالك وسموحه اللي شهدت الحقيقه يعني الفاظ غير مقبوله والزمالك اتعاقب فيها وكان في على نادي الزمالك. ومن ساعتها اتحاد كرة السلة طلع قرار انه خلاص مفيش اي مباراة هتقام بجماهير سواء بقى اهلي او زمالك او غيره من ساعة المباراة دي، ودي قرار معانا قرارات مجلس الإدارة معانا على الشاشة. وكان في غرامة مالية 30,000، ده بعد مباراة ايه؟ الزمالك وسموحة. كانت امتى؟ كانت 19/3. القرار طلع امتى؟ 21/3. يعني احنا بنتكلم جايبين مباراة من قبل القرار ده تماما، وقلت ما هو كان في جماهير اهو. طب هل ده يعقل؟ يعني ليه افضل اعرض واعيد وازيد في فيديوهات واقول انه ازاي الاهلي كان عنده جماهير ومش عايزيني المره دي يكون عندي جماهير؟ لا، ده انتوا بتعملوا علينا مؤامره. انت شايف ايه؟ هو الفكره يعني انا مش هتكلم قوي على اللي حصل في مباراه الباسكت امبارح والخروج عن النص اللي ما اتنقلش ومحدش اتكلم فيه ومحدش كنت اتمنى، يعني من باب المصداقيه والموضوعيه واحترام النفس والذات قبل احترام الاخرين، انه حد من الاعلام الابيض يطلع يقول انه اللي حصل ده داخل صاله نادي الزمالك وخارج صاله نادي الزمالك على ارض نادي الزمالك مرفوض جمله وتفصيلا، وان المنافسه والمكسب سواء كان مباراه او ثلاث نقط او حتى بطوله لو جه على حساب الشرف والاخلاق فهو مرفوض. كنت اتمنى جدا اسمع ده، وكنت هبقى سعيد جدا وانا بسمع ده، مش فرحه في نادي الزمالك، لكن فكره انك انت بتشتغل على اعلاء قيم، انت بتدي مثل اعلى، انت بتدي قدوه. وانا مش بكلم بس عن النجوم اللي كانت حاضره في المباراه وشاركت في المهزله، يعني كنت اتمنى انه حد يطلع يرفض ده قبل ما نتكلم في اللي حصل. اما فيما يتعلق بالشكل والتناول انا محتاج اقف فيه الحقيقه، حرصا على مصلحه كيان كبير جدا بنحترمه ونقدره على مدار سنين طويله جدا، هو كيان نادي الزمالك. وقلت ابدا انه واحد من اهم الاعمده الرئيسيه في الرياضه المصريه نادي الزمالك، ومش من مصلحة الرياضة المصرية في مختلف اللعبات والرياضات إنه يصل لهذا المستوى، سواء كان بتكلم على المستوى الأخلاقي أو كنت بتكلم على المستوى الرياضي. محدش اتكلم طبعا، أنا يعني مش هدخل في تفاصيل وتواريخ كتيرة جدا، محدش طبعا اتكلم، لكن فكرة إنك تحاول تروج إن كل فشل أو كل خطأ مرتبط بفكرة المؤامرة، وإن كل نجاح بيحققه النادي الأهلي بيحققه نتيجة تعاطف أو مجاملة، أعتقد إن المنطق بقى أصبح يعني مكشوف. إحنا في عصر العالم كله والاجيال الجديده كلها قدرت ترجع وتشوف التاريخ وتشوف المنصات التواصل الاجتماعي وتشوف على اليوتيوب ايه القصه وايه الحكايه وايه الروايه. من الصعب، في قاعده بتقول انك يعني تستطيع ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص واتكشفت، وقلت لحضراتكم انا هنا من شهر او شهرين قلت لحضراتكم انه لو فضلتوا ماشيين في الطريق ده، لو فضلتم واخدين السكه دي 10 20 سنه الجماهيريه هتتلاشى. ارحموا جمهوركم، ما تستخفوش بعقول الجماهير. يعني انا مش هتكلم مثلا على موقف واحد زي محمد منير، واحد من اساطير الفن المصري، ده زيه كتير، انا اعرف منهم كتير، واللي ما شجعش حد تاني بطل يشجع اساسا.
خليني اقول لحضراتكم يعني خلينا نستعرض معلش القرار اللي طلع بعد مباراه سموحه ومحدش يمكن معلش يا احمد هو فين كمان الاجراءات الاحترازيه في المشهد اللي احنا شايفينه ده بعيد بقى عن اللائحه والقوانين احنا طبعا خليني بس اقول لجمهور النادي الاهلي احنا مش راضيين نفتح الصوت يعني احنا اتفقنا قبل الهوا طبعا احنا ما رضيناش نفتح الصوت خلينا نعرض القرار اللي طلع بعد مباراه سموحه وبالمناسبه طيب ده القرار الاول الحقيقه اللي بيقول ايه الخطاب اللي وصل للنادي الاهلي بيقول ايه سيد الاستاذ مدير التنفيذي تحيه طيبه لسيادتكم يسعدني ان ابعث لسيادتكم بصدق صادق تحيات وتمنيات الاتحاد المصري لكره السله مع تحياتي وتمنياتي الشخصيه بالاشاره الى تعليمات مسابقه الدوري العام الممتاز رجال والخاصه بالزام جميع الفرق بالاجراءات الاحترازيه الصادره من وزاره الشباب والرياضه ومن الاتحاد المصري لكره السله مع عدم تواجد اي فرد غير الاجهزه الفنيه ومجلس اداره النادي فقط واقامه المباريات بدون جمهور يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الاتحاد يؤكد على عدم دخول الجماهير لجميع المباريات ويسمح فقط لأعضاء مجلس إدارة الأندية إدارات الأندية بخطاب رسمي من النادي وتفويض مراقب المباراة بإلغاء المباراة في حالة عدم التزام النادي تاريخ الصدور 21/3/2021 خلي بال حضراتكم أنه ده كمان مرتبط بالعقوبات اللي صدرت بعد ماتش الزمالك وسموحه في الباسكت واللي صدرت فيها عقوبه على نادي الزمالك غرامه 30,000 جنيه بسبب التجاوزات والهتافات السيئه الحقيقه اللي صدرت في حق نادي سموحه واللي اتكررت بالمناسبه وده فيديو تاني عايزين نذيع قولوا ذيع خلينا نحطه لحضراتكم على الشاشه كده لكن طبعا ده من المستحيل ان هو يتذاع ما اعتقدش انه من اللائق ابدا ان جمهور النادي الاهلي يسمع الهتافات البذيئه والاساءات العنيفه جدا اللي حصلت على في النادي امبارح، لكن خليني ارجع اقول مره ثانيه، انا على مدار تاريخ طويل جدا وانا بيتهيألي انه الجيل بتاعي ما كانش يعرف لا فكره التعصب ولا فكره الاساءه للخصم باي شكل، وانا شخصيا والناس اللي بتحب الكوره ياما حبينا نجوم قدمها لنا نادي الزمالك، حبينا كابتن حسن شحاته وحبينا كابتن ابراهيم يوسف وحبينا كابتن حازم امام وغيرهم وغيرهم عشان ما انساش اسماء واحترمناهم جدا لان هم كانوا قدوه ومثل اعلى. لكن فكره انه حتى كمان النجوم تشارك في المهزله دي بشكل من الاشكال اعتقد ده لا من اللائق ولا من المقبول.